الحشد يتخبط ببيانين في يوم واحد. الصفحة الرسمية لميليشيا الحشد تنشر بيان نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، ولا تنشر بيان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض الذي عد بيان نائبه لا يمثل الحشد ولا الحكومة، واكتفى الفياض بنشره على صفحته الشخصية. نشطاء قالوا: ترى أي البيانين يمثل ميليشيا الحشد؟ ولماذا تنصل رئيس هيئة الحشد من بيان نائبه؟ ولماذا يصدر النائب بياناً قبل رئيسه؟ وأي البيانين كتبه قاسم سليماني؟ ولماذا يخشى الفياض التصريح باسم إسرائيل؟ ثم أليس الحشد تابعاً للقائد العام للقوات المسلحة؟ فلماذا يصدر البيان عنه؟ هذا ما تنقله نشطاء ومختصر لما يتحدثون به على مختلف وسائل التواصل. والآن نشاهد هذا الفيديو قبل الذهاب إلى التعليقات. أو هذه هي صفحة ميليشيا الحشد على فيسبوك، وفيها البيان من نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وهو البيان الذي نشرته الميليشيا على صفحتها الخاصة في فيسبوك، ومعنون في نهايته باسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. على صفحة فالح الفياض اكتفى الفياض فقط بعرض البيان على صفحته الخاصة، ومعنون باسم بيان صادر أيضا عن رئيس هيئة الحشد الشعبي، وجاء في نقاط تتجاوز الخمسة، أو هي خمس نقاط ممهورة بتوقيع شخصي من فالح الفياض. أما بيان الصادر عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فهو الذي يظهر أمامكم، أو هو ذات البيان الظاهري أمامكم، وهو بيان فالح الفياض الشعبي.